الله يسلم عمرك، الله يرضى عليك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يعني بحلم، انا بحلم بكون هو هون ولا مش هون. الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عليك. ربنا كريم وربنا نولنا، الحمد لله صبرنا، الحمد لله. مثل ما بقولوا حر من الجمر، الحمد لله. الله بيعلم كيف نصحى وكيف ننام وكيف نقوم. واحنا نفكر في شو لما نقول لي اكلت، اقول ما صدقوش، اسال الشباب بس يطلعوا، صحيح بتاكلوا هيك، صحيح بتعملوا هيك. يعني ما كنتش اصدق اللي كان ياكله واللي كان يعمله، الا اذا بعت لي صوره هيك اشوف. الحمد لله، والله شعور لا توصف، الحمد لله. يمكن لما جبته ما حسيتش بهالشعور، والله الحمد لله يا حالتي. الله ربنا يجبر خاطر كل ام، الحمد لله. اخر الاحداث اللي حصلت في الفتره السابقه انه الاخوه الاسرى بيخوضوا الان معركه ضد الاحتلال، ضد الاداره. هي معركه اهم مرتكزات الحياه في داخل السجن، وهي معركه الفوره. لانه بعد نفق الحريه الاداره اتفقت مع الاسرى انه ما تشدد عليهم، ما تحرمهم اهم شغلات كانوا يتمتعوا فيها. والان هم نكثوا في عهودهم ورجعوا للعقوبات، وخصوصا عقوبات بخصوص الفوره. يعني لا ننسى انه هم عندهم الاهمال الطبي، لا ننسى انهم يعني كل الاجراءات اللي بيتخذوها بحق الاسرى، انهم بدهم بس يعني يفرغوا الاسير من محتواه ويروحوه جثه هامده لاهله، وحاشا لله انه يتم هذا الاشي. فالحمد لله رب العالمين، الامل معقود على الله عز وجل، ثم على كتائب الشهيد عز الدين القسام وعلى المقاومه، لانه فقط ثبت الخيار الوحيد لتحرر الأسرى هو فقط خيار المقاومة، لأن المقاومة هي من حررتهم في المرة الأولى في وفاء الأحرار. وبإذن الله سبحانه وتعالى سيقيد الله عز وجل للأسرى فرجا عاجلا قريبا بإذن الله على أيدي المجاهدين. والله أسأل الله عز وجل ينولها لكل أسير، لأنها فرحة أشهد الله عز وجل يعني أجمل فرحة في الحياة، إنه الأسير يلتقي بأمه، يلتقي بأهله، يلتقي بأحبابه، يلتقي بإخوانه. وأنا زي ما قلت لكم قبل قليل إنه إحنا أفراحنا لازم نفرح، هي نكران لنعمة الله عز وجل. إذا الأسير ما فرح، إذا كانوا ما انبسط، إذا ما أظهر البهجة، إذا ما أظهر البهجة والفرح والسرور بأهله، بأحبابه، بكل الناس اللي بيعزوا عليه واللي قطعوا مسافات من القدس، من 48، من شمال الضفة حتى جنوبها، جزاهم الله كل خير. يعني جاءوا إلينا مهنئين، مشاركين في الاحتفال في الزفة، جزاهم الله كل خير. وأسأل الله إنه هاي الفرحة ينولها كل أسير، زي ما شفنا أسرى وفاء الأحرار اللي تحرروا، ربنا عز وجل كتب لهم الحرية في السابق. نسأل الله عز وجل ربنا يفرج عن إخواننا المؤبدات والأحكام العالية. وأنا زي ما بحكي لك يعني صدق وآمن، أنا ما كنت أستنى، وما كنت أستنى إني أنا أروح قبل إخواني. كنت أستنى لحظة بلحظة من يوم ما حصلت وفاء الأحرار الأولى، ومن يوم ما تم أسر الجنود الصهاينة في حرب 2014، إن نروح إحنا وياهم، أو على الأقل يروحوا قبلي. وأنا أشهد الله عز وجل ما كانت المشاعر إلا إني كنت أوطن نفسي، حتى إني يعني كيف تكون مشاعري بعد ما يخرجوا إخواني، كيف أكون يعني بثبات ويقين وقبول بقضاء الله عز وجل وقدره. ولكن قضاء الله عز وجل وقدره هو النافذ. ربنا عز وجل فرج عني قبل إخواني، وأسأله سبحانه زي ما فرج عني وأعادني لأهلي وأحبابي وإخواني، إنه يرجع إخواني وأحبابي لأهلهم سالمين غانمين يا رب.